في بعض الأحيان يمكن لفرصة أو حدث واحد أن يغير حياتك إلى الأفضل الذي لم تتوقع أبدا أن يحدث. لذلك لا تسمح لأحد أن يقلل من أحلامك وطموحاتك. مهما حصل ومهما خذلتك الحياة، سيبقى احتمال حصولك على ما تريد احتمالا واردا، لأن من يسعون إلى التصغير من شأنك واحتقارك هم في الحقيقة لا يظهرون إلا حدود تفكيرهم وضعف شخصيتهم، ويظنون أن بفعلهم هذا يصبح ذا قوة وكاريزما. لكن البطل في الأخير يعرف كما يقال. حافظ على تركيزك ومرونتك، فهذا ما يميزك على غيرك. واعلم جيدا أن البقاء لمن يصبر أكثر، والصبر يحتاج إلى القوة، والقوة تحتاج للكثير والكثير من التدريب على مختلف جوانب حياتك، جسمك وعقلك وروحك. لذلك اعطي لكل من جوانبك ما يحتاج لكي تصمد أمام الصعوبات. فذلك البطل الذي سيتوج الليلة عمل لشهور أو ربما لسنوات من الزمن ولم يدركه في رمشة عين. والشيء الذي لم تقاتل الحصول والحفاظ عليه لا تبكي عند فقدانه، لأن أكثر ما سيقدمونه لك هو منديل لمسح دموعك، وينظرون لك نظرة الشفقة ثم يواسونك لأيام وتبقى في وحدتك وغربتك للأبد. لأنك إذا جمعت كل ما ستمنحك الحياة ستجد أن الحياة تعطيك فقط ما تستحق وليس ما تريد. كن مثل ذلك الآلي المبرمج لفعل شيء ما، مهما قلت له من كلمات لن يفعل إلا ما صنع لأجله. كن مثله ولا تلقي بالا إلى الإغراءات أو الملهيات، فإنها باقية لكن أنت الذي سيفنى. فاستغل ما تبقى لك واصنع شيئا تفخر به بعد ذلك. واعلم أن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أنك ستحصل على ما أنت تعمل للحصول عليه وليس ما تتمنى حصولك عليه. ما عليك فعله واضح، لذلك لا تبحث عن كلمة السر، فالكلمة الوحيدة هي العمل الجاد وليس شيئا آخر. إذا أردت الحصول على أي شيء كيفما كان اذهب واحصل عليه، ولا أضمن لك أنك ستحصل عليه من المرة الأولى أو الثانية، لكن ما أضمنه لك أنك لن تخرج بلا شيء. وأخيرا أشكرك على مشاهدتك لهذا الفيديو، وأدعوك للانضمام لهذه القناة إن أعجبك ما نقدمه هنا. واكتب لنا في التعليقات الشيء الذي نحن في حاجة للعمل عليه أكثر في هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم سالمين وفي أحسن حال.